هاتف سامسونج جالاكسي اس 30 الترا 6 جي، هاتف ذكي رائد من سامسونج يتوافر باربع الوان جديده، بني موكا واسود وذهبي شمباني وذهبي وردي، اداء عالي بتكلفه منخفضه، وهو سبب تفضيل الناس لهذه الهواتف كثيرا. سيتم اطلاقه في نوفمبر 2022 اي اخر السنه، والمتوقع انه يعمل على نظام التشغيل اندرويد 13، يحتوي على مستشعر بصمات الاصابع كميزه امان اساسيه الى جانب مجموعه خيارات متعدده واي فاي وقدرات بلاتوس. الهاتف ياتي بسعه تخزين داخليه 256 جيجا بايت ومعالج كوالكوم سناب دراجون 898. الهاتف ذكي يميل الى ان يكون مدعوما بمعالج يبلغ سعه 12 جيجا بايت في تشغيل الهاتف بسلاسه وذاكره وصول عشوائي. بطاريه الهاتف قويه تبلغ 7000 ملي امبير في الساعه لدعم شاشته مقاس 6.7 بوصه مع شاشه سوبر اولد. مواصفات هاتف سامسونج اس 30 الترا، يوجد به يو اس بي وجي بي ار اس وواي فاي ومنفذ يو اس بي وبلوتوس، نظام تشغيل اندرويد 13، معالج كوالكوم سناب دراجون 898، يدعم متصفح اتش تي ام ال 5، ذاكرة وصول عشوائي 12 ل 16 جيجا بايت، سعة تخزين قابلة للتوسيع تصل ل 1 تيرا بايت، كاميرا خلفية رباعية 108 ميجا بكسل زائد 48 ميجا بكسل زائد 16 ميجا بكسل زائد 5 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية عدسات أحادية بدقة 48 ميجا بكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو. يتوفر بالهاتف فلاش HDR بانوراما. حجم البطارية 7000 ملي أمبير. نوع البطارية بطارية ليثيوم أيون. يدعم الشحن السريع. حجم الشاشة 6.7 بوصة. دقة العرض 1440 في 3040 بكسل. الهاتف يدعم المستشعرات مستشعر للضوء، مستشعر للقرب، مقياس للتسارع والبوصلة، خاصية فتح الوجه، مستشعر بصمة الإصبع، مقبض سماعة رأس 5 ملي. تختلف الأسعار من دولة لدولة نظرا لأن إصدار الهاتف لم يتوافر حاليا في السوق، وطبعا نعرفين أنه هيتوافر في آخر 2022 أي في نوفمبر. سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 1350 دولار، السعر في أستراليا 1819 دولار استرليني، السعر في كندا 1670 دولار كندي، السعر في الهند 100165 روبية هندي، السعر في باكستان 229 و297 ألف روبية باكستانية. لما توفر سعر الهاتف في السوق المصري حاليا، ولسه هنعرف معلومات اكتر عن الهاتف حين اصداره، انتظروا توافر الهاتف من سامسونج جالاكسي اس 30 الترا 6 جي في السوق قريبا. اتمنى اكون افدتكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.